هنا مخيم العدالة في ضواحي مقدشو قبلة النازحين الجدد. هذه النازحة وصلت قبل أسبوع وتركت قريتها مع أطفالها بحثا عن الغذاء والدواء. نزحت من منطقة قريولي، نزلت هذا المخيم هذا الأسبوع، لدي 3 أطفال أيتام. تركت قريتي بسبب الآثار السلبية التي نجمت عن فيضانات نهر شفيلي وبسبب الحرب بين الجيش ومسلحي حركة الشباب. وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يحتاج نحو 6,900,000 صومالي إلى مساعدات عاجلة، فيما تواجه الأمم المتحدة بطئا شديدا في تدفق تمويل الجهود الاستجابة الإنسانية في الصومال. مع ذلك فإننا بحاجة إلى تمويل إضافي هذا العام، حيث إن استجابة النداء الإنساني للصومال لا يتجاوز 10% فقط، أي 150 مليون دولار من أصل 1,600,000,000 دولار نحتاجها لتلبية الاحتياجات الإنسانية. ولجأت عشرات الأسر الجديدة لهذا المخيم في ظل ازدياد أعداد المحتاجين وسط شح في توفير الخدمات الأساسية. في المخيم 1,500 أسرة، فاستقبلنا خلال الأيام الماضية 75 أسرة جديدة نزحوا من المحافظات المحاذية للعاصمة وقرى نائية. نطالب الهيئات الإغاثية بتحرك عاجل لإغاثة هذه العائلات. تقوم السلطات الرسمية بمساع إغاثية مكثفة عبر إرسال شحنات غذائية إلى الولايات الفيدرالية، لكنها غير كافية لسد الفجوة الإنسانية. نقص المساعدات الغذائية الدولية وتراجع المبادرات المحلية البديلة يفاقمان حدة الأزمة الإنسانية على النازحين، بانتظار تدخل فوري لتقديم الاحتياجات الضرورية للأسر الفقيرة. من مقدشو عدنان عبد علي، هنا القاهرة عاصمة الخبر.